على مدار السنين اللي فاتت الدولة دايما كانت منحازة للعمال بشكل كبير جدا من خلال مبادرات تشريعات بتعمل على تحسين بيئة العمل وتحافظ كمان على مكتسبات الأيدي العاملة. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير نرجع على طول. أولت الدولة اهتماماً غير مسبوق بعمال مصر، وهو ما انعكس بشكل واضح من خلال استراتيجية الجمهورية الجديدة لدعم وتطوير الأيدي العاملة على كل المستويات وتوفير حياة كريمة لهم. وعلى مدار 10 سنوات كان العمال هم الحراك والوقود في معركة بناء الجمهورية الجديدة. وساهمت المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في كل ربوع مصر في توفير الملايين من فرص العمل لكل فئات المجتمع. ونجحت الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في خفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية والحرص على تحسين أجور العمال والموظفين وأصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه للعاملين بالقطاع العام، فضلاً عن إسهام المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في توفير الملايين من فرص العمل. وكان للرئيس عبد الفتاح السيسي دور بارز ورئيسي في دعم هذا الملف دعماً كبيراً، فقد سبق وأصدر العديد من القرارات أبرزها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، بالإضافة إلى تعظيم العائد الاجتماعي والتنموي منه. كما وجه الرئيس بإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، بجانب التأكيد على كافة منشآت القطاعين الخاص والعام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً وهي 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع استمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل. فضلاً عن قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار. وفي مجال التشريعات تم إصدار العديد من القوانين لدعم عمال مصر، فعلى مدار 10 سنوات من الإنجازات في قضايا العمل والعمال امتثلت الدولة المصرية لمعايير العمل الدولية في كل القرارات والتشريعات التي تخص ملفات عالم العمل الداخلي، ومنها ملفات التدريب المهني والعمالة غير المنتظمة وتوفير فرص العمل وتشريعات العمل والعمالة المصرية في الخارج. وكانت أبرز القرارات التي أكدت على تحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل وعلى أرض الواقع القرار المعلن بتغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى العمل، فهذا القرار يدل على حرص الدولة على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل والعمال بأكمله. We'll be right back.